مشروع بيورفيلت هو أحد مشاريع مؤسسة الأميرة تغريد. يتم تشغيل عدد من السيدات غير فيفا وأيضاً الفتيات الأقل حظاً في مجتمعنا. تقوم بتدريبهم وتشغيلهم وتوفير فرص العمل لهم بعد عمر 18 سنة. المراحل اللي بمرق فيها تلبيد الصوف اللي هي عبارة عن توزين الصوف حسب الأشكال اللي بدنا نشتغل فيها، ويقوموا بنسج الصوف وغزله وبعدين بنبله في المي، المي طبعاً بيكون فيها صابون عشان يتلبد الصوف. بعد الفرك بندخل فيه أكياس طبعاً حسب الأشكال اللي بنعملها، وبعدين بنغسلها وبنعرضه للشمس، لأشعة الشمس. بعدين خلص بتكون هيك الأشياء جاهزة عندنا.